السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي المتابعين مع قناة إخبر معنا. اليوم إن شاء الله سنقوم بحل مشكلة وردتنا على من أحد ال... بحل مشكلة وردتنا من أحد الإخوة المتابعين. هذه المشكلة هي تقول يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ، أنا عندي مشكلة. طبيعة عملي تتطلب وجود عدد كبير من الزبائن والمستفيدين، وتصلني أسماء بجدول إكسل لكنها مكتوبة بالعربية. حاولت أن أبحث على طريقة لتحويلها للإنجليزية بشكل أوتوماتيكي ولكن لم أنجح. أرجو المساعدة ولكم جزيل الشكر. إذن في هذا المقطع لن يكون لدينا درس، إنما سيكون لدينا حل لمشكلة وردتنا على البريد الخاص بنا. هذه المشكلة يقول الأخ أنه يتعامل مع عدد كبير من الأسماء في اللغة العربية، وأنه يريد تحويل هذه الأسماء إلى الأحرف الإنجليزية، ولكن من المعروف لدينا جميعا أن الاسم عندما العربي عندما نريد أن نكتبه في اللغة الإنجليزية فإننا يمكن أن نكتبه بأكثر من طريقة، لأنه ليس هناك قاعدة محددة لتعريب الاسم أو لكتابة الاسم في اللغة الإنجليزية، الاسم العربي طبعا. ولكن نحن اليوم سوف نقوم بإيجاد طريقة معينة لهذا الأمر، لكن قبل ذلك دعونا نرى ماذا سيقوم البرنامج بتنفيذه، ثم نبدأ بشرح هذا الأمر على بركة الله. في هذه الورقة العمل نكتب مثلا على سبيل المثال الاسم خالد المحمد، لنرى. وإذن بالضغط على التحويل إلى اللغة الإنجليزية قد كتب الاسم بهذا الشكل، وبالضغط على كتابة كلمات بأحرف كبيرة يصبح الاسم على هذا الشكل، وهو أمر مقبول، علما أن إذا نظرت إلى خالد فإنك يمكن أن تكتبها بطريقة أخرى، ولكن من ناحية كتابة الاسم في اللغة الإنجليزية ليس مهم هذا الأمر، فأنت كتبت خالد المحمد. طبعا هناك طريقة أخرى معروفة لدى الجميع، هي أن تقوم برفع ملفك إلى جدول بيانات جوجل. بعد أن تقوم برفع هذا الملف فإنك يمكن أن تكتب هذه المعادلة، المعادلة التي تقول طبعا بعد أن تكتب إشارة اليساوي تكتب جوجل ترانسليت، وتحدد الخلية التي تريد أن تأخذ منها البيانات أو الاسم، أين يوجد الاسم، ثم فاصلة، ثم اللغة الأم أو اللغة التي تريد التحويل منها. فأنت هنا تريد أن تحول اسم عبد المنعم محمد هنداوي من العربية فاصلة إلى الإنجليزية. إذا كتبت هذا الأمر في جداول جوجل، ونذهب إلى المتصفح، هنا هذا هو جدول بيانات جوجل. لو أردنا أن نكتب مثلا محمد غريب والشخص الثاني مصطفى أو وليكن وليد المنديل ياسمين العصام، وأردنا أن نقوم بتعريب هذه الأسماء فإن يجب أن نكتب يساوي جوجل عفوا، ونحدد الخلية التي توجد فيها الاسم، ثم إشارتي تنصيص بداخلها العربية، ومن ثم فاصلة، إشارتي تنصيص بداخلها اللغة التي نريد الانتقال لها وهي الإنجليزية. بالضغط على إنتر نلاحظ أنه تم تحويل محمد غريب إلى محمد غريب بشكل صحيح، وكذلك الأمر ياسمين ووليد إلى اللغة الإنجليزية. لكن دائما ما يحدث أخطاء عندما نقوم بالتحويل عن طريق جوجل. انظر هنا إلى الاسم وليد المنديل، قام بتحويله إلى وليد واعتمد كلمة المنديل على باسم حقيقي أو اعتبرها كلمة إنجليزية وقام بترجمتها، فلم يكتب المنديل. وهذه الأخطاء كثيرا ما يقع بها الناس الذين يتعاملون مع أعداد كبيرة من الأسماء العربية، عندما يقومون بالترجمة في جداول بيانات جوجل فإنها يظهر كثير من المشاكل بهذا الشكل. دعنا نجرب وليد المنديل فقط في برنامجنا. لندخل إلى الشيت إدخال ونكتب وليد المنديل، وبالضغط
على التحويل إلى اللغة الإنجليزية، ونشاهد أنه كتب وليد المنديل ولم يقع بأي غلط. كذلك الأمر نجرب مرة أخرى لنكتب هنا على سبيل المثال ولا الحامل. عندما نريد أن نترجم فقد ترجم اسم الآنسة ولا إلى loyalty، إذن اعتمدها ككلمة حقيقية ولم يعتبرها كاسم. بينما إذا أردنا الكتابة هنا ولا الحامد وقمنا بالضغط على زر التحويل إلى اللغة الإنجليزية كذلك الأمر، إذن ولا الحامد اعتبرها كاسم وكتبها بالشكل الصحيح. كيف تم هذا الأمر؟ الحقيقة نحن قمنا بصنع كودين برمجيات، الكود الأول لهذا الزر والكود الثاني لهذا الزر. الأول يقوم بتحويل جميع الأحرف العربية إلى أحرف إنجليزية، الثاني يقوم بقلب الحرف الأول من كل كلمة إلى الشكل الكبير، طبعا مهما كان عدد الأسماء أو عدد العناصر المضافة في العمود A. إذن قبل أن نقوم بشرح الكودين البرمجيات سنقوم بشرح كيف تمت هذه الشفرة. في هذه الورقة أنا أضفت هنا الأحرف العربية جميعا وقمت بافتراض أن الحرف A ربطته بالحرف ألف في اللغة العربية يأتي بمعنى A، فمثلا إذا قلت أحمد عندما أريد أن أقلب يكتب الحرف A، كذلك الحرف B هو B، التي الثاء اللثوية هي TH، وكذلك الأمر الخاء مثلا خليل خالد فإنها KH، كذلك الشين SH، وإلى ما هنالك من الأحرف العربية. بعد أيضا أضفت الهمزة هنا إلى أ والكسرة إلى إي، فمثلا والتاء المربوطة إلى H، فمثلا إذا قمت بكتابة إسلام يا إسلام ياسين، فتلاحظ عندما أقوم بتحويل اللغة فكتب إسلام ياسين. إذن هذا الكود هنا وضعت فيه جميع الاحتمالات للغة العربية وقمت بوضع المرافق لها من الشكل الأحرف الإنجليزية، ومن ثم انطلقت لكتابة كودين. الكود الأول وفر لي قلب الأحرف العربية في العمود A إلى أحرف إنجليزية في نفس العمود، والكود الثاني كتب لي الاسم كلمات إنجليزية وبأحرف كبيرة. دعونا نشاهد الكود الأول. طبعا كما تعودنا دائما أن الكود البرمجي هو يجب أن يبدأ من تابع فرعي، أنا أسميته هنا ماكرو واحد، سيبدأ بسب ماكرو واحد وينهي بإنت سب. داخل هذا التابع يوجد جميع التعليمات. طبعا أنا لدي في برنامجي مجموعة متغيرات، المتغير الأول أنا أريد أن أعرف متغير على أساس أنه string هو يرمز إلى الحرف العربي فأسميته from، إذن هو الحرف العربي. وأريد متغير آخر هو to أسميته to، هو ما يقابل الحرف العربي في اللغة الإنجليزية. يعني مثلا في الكود هنا عندما أقول from حرف التاء to حرف التي، from حرف الصاد to حرف الإس، وهكذا. إذن هذه هي الفكرة من from وto. الأمر الثاني أريد أن أعرف أن أعرف متغير كرقم هو dim s as integer، حيث أن الإس هو عدد التكرارات التي أريد أن يقوم بها البرنامج. يعني سيقوم البرنامج بالبدء من الحرف ألف إلى الحرف هنا رقم 37، وسيقوم باستبدال كل حرف من العمود A بحرف في العمود B أين في الشريحة في شيت الإدخال. وبالتالي قمت أنا بتفعيل الشيت التي تحوي الكود، شيت الكود أكتيفيت، وكتبت التعليمة التي هي count A للعمود B التي قامت بتوفير عدد الخيارات التي نريد أن نقوم بفحصها. يعني هنا مثلا أنا أريد أن أفحص
على مستوى 37 خيار، وبالتالي ستكون هنا الاس مقدارها 37 دورة. فأحيانا أريد أن أقوم بإضافة مثلا التشكيل أو إضافة معلومات أخرى، مثلا كلمة عمر هو العين معرفة على أساس أنها حرف الأي، ولكن عندما يكون العين مضمومة يجب أن تكون أو، فيمكن أن تقوم بأي إضافات أخرى على الشفرة. لذلك أنا تركت الشفرة مفتوحة بعداد S عندما أي مستخدم يريد أن يضيف إضافة أخرى أو يريد أن يضيف تصحيح يمكن أن يستخدم هذا الأمر. أيضا يمكن أن تشاهد هنا أنني عندما قمت بكتابة ياسين كتبها بحرف إي. يمكن أنت تريد أن تقول أن إذا كانت الياء موجودة في أول الكلمة يجب أن تكتب بواي، وبالتالي قمنا باستخدام العداد S لكي يقوم بتكرار الحلقة حتى ينتهي جميع الأحرف الموجودة في ورقة العمل الكود. بدأت الحلقة فور من I تساوي الصفر إلى S ناقص واحد، طبعا لأنني هنا أستخدم A واحد، وستنتهي دائما ستكرر نفسها next I. إذن يبدأ البرنامج بأخذ الحرف العربي الأول في الشفرة ويقوم بالذهاب وتبديله بالحرف الإنجليزي المقابل له ويعيد الكرة بعدد مرات S. أين سيكون هذا التغيير؟ سيكون في خلية في ورقة الإدخال. هنا أقول إذن from، عرفت from هي العمود A1 جميع عناصر الأعمدة في A1، و to هي جميع عناصر الأعمدة في B1 طبعا الموجودة في هذه الورقة. وبعد ذلك أقول cells، استبدل جميع الخلايا في ورقة العمل الإدخال، وبالتالي سيكون قد استبدل جميع الكلمات العربية بالإنجليزية. لو أخذنا هذه الأسماء هنا مثلا، هذه الأسماء العربية، الكود الذي شرحناه هو موجود هنا اسمه مايكرو 1. انظر إنه مايكرو 1، هذا الزر قد أسند له المايكرو 1، وبالتالي عندما أقوم بالضغط سيقوم البرنامج بالذهاب إلى الكود ويفحص جميع الأحرف هنا هذه الخلية. أينما وجد الحرف A سيقوم البرنامج باستبداله بما يقابله في العمود B وهنا A، ويتابع على هذا الأمر حتى ينتهي جميع الخلايا الموجودة في هذه الورقة. وبالضغط لنشاهد قام البرنامج باستبدال جميع الأحرف العربية بأحرف إنجليزية مقابلة لها، لكن المشكلة التي تبقت هي أن الكلمات تبدأ بأحرف صغيرة وهذه أسماء لابد أن تكتب بأحرف كبيرة، فاحتاجنا إلى هذا الكود البسيط. كالعادة افتتحنا تابع فرعي أسميناه cap capital وأنهيناه بإنت sub. نحتاج إلى أن نعد الأسماء في الشيت هنا لكي لا يدخل البرنامج في حلقة كبيرة ولكي لا يكون محدود بعدد معين من التكرارات، فاستخدمنا تعليم الكاونت A للرينج AA وأعطتني عدد التكرارات. سيبدأ البرنامج بحلقة for I تساوي 0 to N ناقص 1 وينتهي عداده بالنكست I. سيستبدل كل خلية موجودة في A1 بعد أن يقوم بوضع كلماتها بحرف كبير ويضعها في الخلية B. A1 B1 يضع النتيجة في B1 ويتابع إلى أن ينتهي عدد التكرارات الذي حدد BN. إذن بالضغط على الزر لنشاهد قام بتحويل جميع الأسماء إلى أسماء مكتوبة بأحرف كبيرة في البداية والاسم بأحرف إنجليزية. إلى هنا نكون قد انتهينا من الإجابة على هذه المسألة وقد حققنا الأمر المطلوب. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.